شهد صباح هذا اليوم برحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير الدورة الأولى للجامعة الششوية حول موضوع الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان. وقد تم افتتاح هذه الجامعة بكلمة السيد رئيس جامعة ابن زهر الدكتور عمر حلي، وكذلك كلمة ممثل معهد جنيف لحقوق الإنسان بسويسرا الأستاذ رفعت المرغيني، بالإضافة إلى المحاضرة الافتتاحية والتي ألقاها الدكتور ضياء نعمان حول موضوع الإعلام الإلكتروني والجانب المعلوماتية مقاربات متعددة في مجال حقوق الإنسان. محطة مهمة من المحطات الجديدة التي تحاول الجامعة خاصة جامعة ابن زهر والمركز للمصاحبة القانونية تنظيمها في أفق إحداث نوع من المقاربة، انفتاح هذا النوع من المراكز البحثية على الجامعة. الموضوع المرتبط بهذه الجامعة أي جامعة شتوية يرتبط بالآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان. كما تعلمون أن المغرب عرف حراكا حقوقيا تقريبا زهاء ربع قرن، يعني من بداية التسعينات بدأ المغرب يشتغل على هذا الموضوع، وهو الآن يعتبر من الدول العربية السباقة إلى المصادقة على كل الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان. ولأهمية موضوع القانون الدولي لحقوق الإنسان، عرفت هذه الدورة تقديم ورشات لفائدة الطلاب وطالبات من جامعة ابن زهر، وذلك تحت إشراف دكاترة وأساتذة باحثين في المجال. بالنسبة للمداخلة الخاصة بي، كانت غير عبارة عن مداخلة افتتاحية لهذه الجامعة، ولكن هناك ما يسمى بالآلية التعاقدية لحقوق الإنسان، هناك ما يسمى بالآليات القانونية لحقوق الإنسان، هناك ما يسمى بالآليات الدولية أو الوطنية لحقوق الإنسان. كلها سوف تكون محور نقاش وتكوين ورشات بالنسبة للأخوة المتدخلين في هذه الجامعة. نحن في هذه الورشة أو الجامعة الشتوية شركاء مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ومع أيضا جامعة ابن زهر، ودورنا الأساسي ربما هو الاشتراك في تأطير هذه الندوة من خلال الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، الجوانب المتعلقة بآليات الأمم المتحدة، الجوانب المتعلقة بالآليات الوطنية، وهو الدور الأساسي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان هو التأطير ونشر الوعي.